مساء الخير. بما اني من عشاق الباذنجان فراح اسوي معاكم حمصة باذنجان مرة تجنن مع الرز ابيض، تبي تضيف الدجاج مشوي معاها، يعني حتى كمان سعراتها منخفضة. فحنحط رشة زيت في البداية، نضيف البصل، أول ما يشقر البصل نضيف مكعبات الطماطم، زي ما انتم شايفين الكشنة شوية ناشفة لأنه ما في زيت، فحضيف شوية موية يساعد في تسبيك الطماطم. خلي الطماطم تدبل أسرع. على نار هادية كده تدبل الطماطم وتتسبك شوية، نسبكها رغم ما في زيت، يعني أنا مرة أحب الأكل المسبك ويكون فيه زيت، يعني بكمية يعني ما تكون كثيرة بس على الأقل تطلع لي الأكل مسبك. فبما إني دايت لا أعتمد إني أستخدم الموية بدل الزيت. نكتفي بالبخة البسيطة على كامل الطبخة. نضيف معجون الطماطم، معجون تمر هندي، أنا أستخدم التمر الهندي الجاهز بس إنتي لو حابة تعمليه في البيت أعمليه، انقعيه وصفيه وخليه شوية تخين، خلاص حيصير عندك تمر هندي جاهز انتي مسويته. حضيف كمون رشة وفلفل اسود، حضيف كمان شوية موية، ما راح أضيف ملح لأني لما أقلي الباذنجان في القلاية الهوائية أحط له رشة ملح، فاكتفي بالملح اللي مع الباذنجان. دحين أوريكم كيف شكل الباذنجان بعد ما قليته في القلاية الهوائية. شوفوا هذا الباذنجان قليته بالقلاية الهوائية مع رشة ملح وبخة زيت. ليش أحط ملح؟ عشان يعني لا يسود عليك الباذنجان مرة، فأحب أضيف رشة ملح. فخلاص بدم فيه هنا ملح ما حضيف في الكشنة، أكتفي بالملح على الباذنجان. خلاص حقلب واخلي كده النكهات تتجانس مع بعض، وبكل بساطة حمصة الباذنجان هذه صارت جاهزة، مرة 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 لذيذة مع رز مع دجاج مشوي، مرة تجنن. والأهم من كده انها دايت، تقدروا تاكلوا منها وانتم مرتاحين ومطمنين. تقدري دحين تدوقي وتظبط الملح لو حسيتي انه يحتاج، انا دائما اكتفي بالملح اللي في الباذنجان. شوفوا مرة تشهي ولذيذة، عند التقديم حطي لها شوية بقدونس، رائعة. الحمصة هذه احبها 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 مع عيش حب تجنن، مع رز أبيض ودجاج مشوي تجنن، حتى مع التونة ورز أبيض وهذه الحمسة كمان رائعة وتجنن، مع شابورة بس كده كده مع شابورة كمان تاخد العقل. دقيقة ناخد كده لقمة مثالية لازم يكون فيها ايه؟ باذنجان.